أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. بدأت عند رأس الساعة مراسم استقبال رسمية أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في الرياض على شرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما عقد الملك سلمان والرئيس ترامب قمة مشتركة بعد مراسم استقبال رسمية للرئيس الأمريكي في قصر اليمامة. وقبل ذلك قام الملك سلمان بتقليد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الملك عبد العزيز. قال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور مجد القصبي إن المملكة قررت من خلال رؤية المملكة 2030 التغيير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق. من جانبه أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في كلمة ألقاها خلال منتدى رؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي الأول 2017 أهمية العلاقات ما بين الولايات المتحدة والسعودية. فاز الرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بولاية ثانية بعد حصوله على نحو 58% من الأصوات بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. وبدأ فرز الأصوات في إيران بعد إقبال كبير على التصويت في الانتخابات التي شهدت منافسة حامية بشكل غير متوقع ما بين روحاني الذي يريد تطبيع العلاقات مع الغرب والقاضي المحافظ إبراهيم رئيسي. أفادت مصادر صحفية في حمص ببدء التحضيرات لخروج الدفعة الأخيرة من مهجري حي الوعر في إطار اتفاق لإخلاء الحي من المعارضة المسلحة ومعظم ساكنيه تزامنا مع دخول الشرطة العسكرية الروسية لمناطق من الحي بالتنسيق مع المعارضة المسلحة. وتعد هذه الدفعة هي الأكثر عددا بالمقارنة مع الدفعات السابقة، حيث من المتوقع أن يبلغ عددها نحو 6000 مدني. قتل 35 شخصا على الأقل وجرح عشرات في تفجيرات انتحارية استهدفت حواجز تفتيش في بغداد وفي البصرة مساء يوم أمس تبناها تنظيم داعش. هذا وقالت قيادة عمليات البصرة إن انتحاريا استهدف حاجز تفتيش الرميلة المدخل الشمالي لمدينة البصرة والقريب من حقول النفط. وبعد حوالي ساعتين فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر نفسه عند حاجز تفتيش حي أبو تشير في جنوب بغداد. نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع بيونغ يانغ لتحية علماء البرنامج الفلسطيني الوطني، كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بعد 5 أيام على تجربة صاروخية. هذا وأجرت كوريا الشمالية تجربة ناجحة لإطلاق نوع جديد من الصواريخ مؤكدة أنه قادر على نقل شحنة نووية. وتسرع بيونغ يانغ من جهودها وتسرع من جهودها لصنع صاروخ فلسطيني عابر للقارات يمكنه نقل رأس نووي إلى القارة الأمريكية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.